Donc, exercice 3, résoudre dans la Z les équations suivantes. Kif men hal. Ok. Ok. On va aller zoom. دكتور وي كنت عم تقول شيء بس ما سمعت لان كان كثير عم بقطش قبل ماشي كنت عم اقول اذا عندكم شيء كيستيونات بالنسبه للبارتي اللي حطيتها اونلاين لاول مره بنحل هيك سيستم اوكي هي نفس الفكره بس اول شيء رح نبلش باذا اذا كونغريونس وحده بس كمان اون لا ريزو اهم شيء اهم الشغلطه معقوله تعملوها إنه تبطلوا دان زاد السوليسيون اللي نحن بدنا إياها دان زاد يعني ممنوع حدا يعمل لي جو ديفيز بار 3 وجو ديفيز بار 3 وبصير إكس كونغرو أ 5 موديل 5 سور 3 موديلو 20 دونك إكس ما بعرف إذا ذاكرين دونك سي 20K بلس 20K بلس 25 سور 3 أوكي هيدا الشيء إذا بتعملوه مش إنه مثلا بونجور دكتور بونجور عم نحل إكزرسيس تاكتيس أوكي عم قول إنه ممنوع تكتبوا فراكسيون أول ما تكتبوا فراكسيون غلط بتير البارتي حسب قد وين عاملينا ليه؟ لأنه on résout dans Z دونك ممنوع أبدا تعملوا فراكسيون يعني تحطوا 5 sur 3 5 sur 3 دونك نحن البوت إنه je dois enlever le 3 بدي شيل le 3 Je ne peux pas enlever le 3 إلا إذا تاني ما يلي في multiple de 3 كمان ليه؟ إذا تنينيتون في multiple de 3 مثلاً نحط example لو عنا okay, حتى مش عم بقدر اكتب اليوم اليوم في شيء مش ضابط okay, رح أفتح paint okay. إذا أنتو كان عندكم مثلاً 3x congru هلا هيدا ناقص التالي بتنين Congru à congru à 5x modulo 20. Allah, yom fichi misdabit ande laptop ma baarif shou. Okay, sorry, ra mettara aktub ma okay. ما بعرف شو صاير اوكي اخر شانس 3x كونغرو على 5 موديلو 20 ارجع اكتب اخر مره شباب كونغرو على 5 موديلو 20 اوكي ما بعرف مقطوش الباج ما بعرف اوكي سي هنا سا بدي جرب غير السينك ليصير ملتيبل دو 3 ليه؟ إذا وصلت وكتبت 3x مثلا كونغرو على 15 موديلو 20 إن شاء الله تكونوا ذاكرين شوية البروبريتي إذا ذاكرين سي N أو A et 20 ils sont premiers entre eux donc je peux toujours diviser par N رح فرجيكم البارتيل بالكور لحتى تكونوا أكيدين تتذكروا شوي شو عم بحكي. ما للسكرين ما بعرف ليش عم بفوتوا ببعض. رح أظهر من زوم وأرجع فوت زوم لأنه فايتين ببعض السكرين صح؟ مش عارف. وي قبل هلا يمكن مش عارف. هلا مش عارف. إيه. هيدول الدو بروبريتي إذا A كونغرو A B موديلو N Vous pouvez multiplier des deux côtés par P, ma fille muscle. Ça veut dire que AP congru avec P modulo N, c'est toujours vrai. Mais, si vous AP congru avec P modulo N, ma fille continue le P degré ou A congru avec modulo N, si et seulement si P et N ils sont premiers entre eux. Donc, je peux simplifier par P, à sort P et N ils sont premiers entre eux. Puis, tel ici, qui est un peu plus grand, في تالي شيء قلت لكم كثير كثير بنعوزه بال بالتداعيات سي ا كونغرو ا بي موديلو ان فيكم دائما تزيدوا ا غوش او ا دروات ا ملتيبل دو ان اوكي دونك
راح اكتبها هون. اذا عندكم ا كونغري ا بي موديلو ان ان شاء الله تكونوا ذاكرين. فيكم زيتوا مطرح ما بدكم او هون او هون بلس او ما ما بتفرق بلس او ما ك ان. فيكم على طول تزيدوا على جوش وادرات ا ملتيبل دو ان. وبهالطريقه راح نجرب نحل الاكزرسيس يلي عنا اياه. دونك الاكزرسيس لنرجع على الاكزرسيس. دونك الفكره عندي اكس كونغرو ا 5 مودولو 20 ممنوع اعمل ديفيزي بار 3 لانه صار عندي فراكسيون ونحن الهدف ريزود دون زد. دونك قلنا جو بو الطريقه الوحيده جو بو اجوتي او او روترانشي ان ملتيبل دو 20 لان سي جو بو اجوتي ان او روترانشي ان نيمبورت كال ملتيبل دو 20 ما بتكون تغير الكونغرويانس تبعك. بدي زيد ونقص ان ملتيبل دو 20 10 ليصير البارتي الادروا هون ملتيب دو 3. بوكوا؟ لان ساعتها جو بو ديفيزي بار 3. يعني اذا قررت جيت 20 اوكي صار هون في 25 وهون 3x اسكو جو بو ديفيزي بار 3؟ لا بعدني اذا 25 و 3 منهم ني با ديفيزيبل بار 3 دونك ما في اعمله. طب اذا بنقص 20 سي تا ملتيب دو 20 دونك ما في مشكله. و 5 موان 20 شو بتصير؟ موان 15. موان 15 سي تان ملتيب دو 3 وي دونك بيمشي الحال. دونك دايما ما نجرب لنشوف كمان جو دوا انلوفي لو 3 بدي اوصل لملتيب دو 3 تاني مال. دونك منقص 20 بصير عنا 3x كونغرو ا موان 15 موديلو 20 لانه 3 وال 20 سون برومي انتر او دونك جو بو ديفيزي بار 3 المالتين. وهي اهم شيء تكتبوها اوكي. دونك هذا بكون علي علامات ليه لو ما انه البريمير انتر لو هون كان في 4 نحسب 4x كونغرو ا 16 موديلو 20 جو بو با ديفيزي بار 4 لي دو كوتي لانه 4 و 20 نو سون با بريمير انتر دونك ما بتزبط. دونك لازم يكونوا بريمير وهذا الشيء كثير مهم ينكتب. دونك x كونغرو ا موان 5 موديلو 20 لانه وصلت وخلصت ساعتها صار في حتى سوليسيون صار في بس x. دونك البوت بس تخلصوا من كل الكوفيسيون على x تتقدروا تقولوا كفو x x سي 20k موان 5 او موان 5 بلس 20k مثل ما بدكم بور نابورت كا دان زد. دونك هون ما في اون سول سوليسيون في انفينيتي دو سوليسيون كل شكلهم 20k موان 5 راح يكونوا فيريفي لا كونغريونس. راح ازيد اون كيستيون سوبليمونتير قبل ما نحل السيستيم. دونك اذا عندي 9 اكس كونغرو ا 5 موديلو 20 نفس الايدي بدي زيد او نقص ا دروات ملتيبل دو 20 كرمال لحتى يصير هيدا الرقم اللي هون ملتيبل دو 20 9 بوفوار ديفيزي بار 9. دونك اذا بزيد 20 انا صرت 25 ما بتفيد. اذا بزيد بعد 20 بصير 45 بفيد. دونك لو اون كومونس 9 كونغرو ا 5 موديلو 20 بزيد 40 ليه بحق لي زيد 40 لانه سيت ان ملتيبل دو 20. دونك 9x كونغرو ا 45 موديلو 20 جو بو ديفيزي بار 9 ديفيزي بار 9 لي لانه 9 و 20 اي سون بروميير انتر او. اذا ماشي بسرعه قولوا لي جو دوا اكريج سولا ولا مانا ايكواسيون تاعي بدا في ديفيزي بار 9 جو سامبليفي بار 9 بصير عندي اكس كونغرو ا 5 موديلو 20 مثل فوق x كونغرو ا موان 5 موديلو 20 دونك x سي 20k بلس موان 5 هون x كونغرو ا 5 موديلو 20 دونك x ايغال ا 20k بلس 5 pour tout k dans z كمان انفينيتي دو سوليسيون. اوكي حدا عنده شي سؤال؟ بس دكتور الصورة مقطوشة 2 ما في اوكي هلا بعدها هيك هلا بعد منيحة. اوكي منروح للدوزيام ما اوكي فينا نجرب بلش دوزيام ما اوكي هلا شوف ماشي حال x كونغرو ا 2 موديلو 88 و x كونغرو ا 1 موديلو 27 دو ايكواسيون كيف بنحلها؟ هلا بالمدرسه وقت كانوا ايكواسيون مش كونغريونس كنتوا في كذا شوا لتحلوا، هون ما في كذا شوا، ما في الا ميثود وحده، ما في غير. واجمالا بنسال سيستم ما بنسال وحده بس مثل قبل مثل البارتي اللي قبل. كيف بنحل السيستم؟ بنحل وحده
Ou bien genre, on la remplace dans le deuxième mot, mais genre, on résout la deuxième mot. Il y a une substitution, ça va être une seule chose. Il n'y a pas comme le système de la façon. Non, le système d'équation. Il n'y a pas une seule méthode. Donc, on va aller sur une autre. X congrue à 2 modulo 82. X congrue à 2 modulo 88. Donc, voilà, suite solution. X c'est 88K plus 2 pour tout K dans Z. Alors, on ne va pas écrire le K dans Z, sinon, là, on va finir. Donc, حلينا واحدة. شو معنى كافي؟ On remplace X par sa valeur dans la deuxième équation. Donc, بحل X, je veux mettre 88K plus 2. Mais si عنا 88K plus 2 congrue à 1 modulo 25, بدي حل. بجيب 2 لهالمال. مش حل بجرب تشيل ال 88. بدي أوصل أول شيء مثل قبل. Congruence, ما يكون في إلا coefficient مع X ورا أمتاني مال. ما بحل عادي ستام يعني. 88K plus 2 congru à moins 1, ça c'est une tonne 2, moins 1 modulo 7. Hal, y a votre confacro, mais des idées ou non, et ce multiple de 27, là ici 88 ou haïdara un multiple. Qui savait? Ah, dans la main, une congruence où l'arm acteur en 27, ذكر فيكم تخففوا الأرقام كل الرقم فيكم ضلكم صغروا ليه؟ عندي 88K je peux toujours ajouter ou retrancher un multiple de 27 donc en particulier je retranche 27K donc في يشيل 27K وفي يشيل 27 فا 2K يمكن يعني في يشيل 27 فا 3K هات لنشوف هات لنشوف دال مدال كالكولاتريس اوكي هات لنشوف اذا بدنا بس تشوفوا يعني 27 اوكي ما مش ظابط ابدا اليوم الوضع اوكي بعد 27 بعدني بلكي بجرب اكثر 54 27 فتره ما عم بقدر اكتب شيء مشكله 24 ما عم بسطي عم فكر ما قال الا اظهر وارجع ارجع فوت اوكي يلي بلش يكتب جربوا شوفوا اذا فيكم بصور رح اظهر وارجع رجع مش حال اوكي دونك كنا وصلنا هون قد ايه 27 فتره خلص كالكاتيس مش ماشي بنحلهم نحن 27 fois 3 à D. 81. Donc je peux retrancher maintenant 81. Je peux retrancher la Kenhon 81K. Là, c'est un multiple de 27. À D, il est 7. Donc, on a déjà des fagis qu'on a fait parce que ça nous a rien de tirer par la droite. Donc, le 88K, ça aurait 7K. Oui, mais on a un peu comme moi, 1 degré, ça va. Donc, ça aura 7K. جرب ارجع ضبطها لانه انتزعت 7 كا كونغرو ا موان 1 موديلو 27 هلا بدي شيل ال 7 كا دونك لما بدي شيلها ساعتها جاجوت او جور ترانش موديل 27 مانا هاي الميثود الوحيده يعني اذا انتم من هون حابين اذا ما شلتوا هيك حطيتوا هيك زيدوا وتنقصوا موديل 27 ليكون موديل 88 فيكم بس رح تكون كثير صعبه كل الارقام الاكبر من 27 فيكم تخففون Donc, on a la somme marron, je peux ajouter E ou retrancher multiple de 27, là, il se bat ici le multiple de 7. Donc, vous avez 10 27, vous avez 26, 26, vous avez 26. Et vous avez 9 x 27, vous avez moins 28, vous avez 26. Donc, je retranche 27, ça va être moins 28. 7 et 27, ils sont premiers entre eux, donc, à la machine, il se bat, 7 et 27, premiers entre eux. Donc, je peux diviser par 7 les deux côtés, vous avez rendu moins 4. دونك حليت الكا دونك كا سي كوا سي 27 كا بريم موان 4 فلا ما خلصنا ليه لانه الكيستيون سي ريزودر اكس دونك فينالمون معي اكس كوفو اكس 88 كا بلس 2 وحليت الكا طلعت 27 كا بريم موان 4 دونك شو بدي اعمل جو رامبلاس دونك اكس شو صارت بدي ارجع عوزة للاكس ايجال 88 كا بلس 2
Je remplace 4 par sa valeur, elle est 4. Donc, ça arrive. 27 capri moins 4 fois 88 plus 2. Shumalkun, on est relatif. Shumalkun est le capri dans Z. OK? Donc, on va se remplacer capri. OK? Docteur, بس سؤال بال بتالت امبليكاسيون شوفي entre parenthèses اهون ال 88 ك ايغال 8 اي 88 ك شو كده انا غلط هيدي سي 87 ك بلس 7 ك ما صار ك اوكي طب بس انه لازم كان ينكتب 88 ك طلعت معنا 3 × 27 ك بلس 7 اوكي دونك هيدي غلط رح صلحها بس ان شاء الله يفتح معنا